سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة. إذا كانت هذه أول مرة كتتفرج فيها أو كتشاهد الفيديو على القناة، فما تنساش أنك تدير واحد جيم وتشترك معنا في القناة وتفعل الجرس هكا باش يوصلك أي جديد على القناة ديالنا. ألوغ، كما عودتكم في السلسلة اللي قبل، أنني كنت كنحاول نطرق ونظر على الاساسيات ولا لي باز ديال اللغه الفرنسيه. فهاد السلسله هذه غادي تكون اليوم مختلفه شي شويه، وغادي نحاولوا غادي نخصها تكون سلسله للناس لاصحاب اصحاب البكالوريا. فكما تعرفوا بان البكالوريا قريبه وعلى الابواب، فمن هذا المنبر هذا كنحاول انني وكنوجه التحيه لكاع المترشحين والمترشحات، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الو، كما كتعرفوا بالنسبه للفرنسيه في الباك هي راه مقسومة على ثلاثة الحوايج، بغيت يكون عندكم لي غومون يعني الروايات، وتيكون عندكم الدروس ديال اللغة لونغ، وتتكون عندكم ليكسبرسيون إكريت يعني الإنشاء. فأنا إن شاء الله غادي نبداو بلي غومون، نبداو بلي غومون إن شاء الله، ومن بعد غادي ندوزو لونغ، ومن بعد إن شاء الله غادي ندوزو ليكسبرسيون إكريت. فبالنسبة لي غومون غادي نبداو بأول غومون اللي هويا ديال لو بير كوريو. نبداو على بركة الله. الو، لو بير كوريو هو واحد الغومو، هو واحد الرواية، رواية كتاب رواية ديال واحد الكاتب سميتو أونغي دو بالزاك. يعني ان شاء الله الى نهار الامتحان سولوكم وضروري غادي يكون كيديكم واحد الطابلو وتيقولوا لكم شكون هو يا لوتور دو ليفر، يعني الكاتب ديال لو ليفر. الكاتب هو لوتور دو ليفر، هو ديك الكتاب. الجواب تيكون هو اونري دو بالزاك. الوغ اونري دو بالزاك، شكون هو هذا اونري دو بالزاك؟ هو واحد الكاتب فرنساوي. الوغ التاريخ للزياد ديالو هو 1793، فين تزاد؟ تزاد ا تور، واحد المدينة فرنساوية. الوغ فوقاش مات؟ مات في 1850 ا باري. مات في 1850 في باري. الوغ شنو هو الرومون اللي عندنا؟ يعني الرومون اللي يكون عندكم منه داك ليكستري. الرومون سميتو لو بير كوريو، بير كوريو. الوغ دات دو بوبليكاسيون، فاش كنشوف هذا السؤال ديال لا دات دو بوبليكاسيون، يعني فوقاش تنشر الكتاب؟ شمن الكتاب كنهضروا عليه؟ هو لو بير كوريو. الوغ الكتاب تكتب تنشر في 1835، 1835، واخا حتى لهنايا متفقين. نجيو لو جونغ. الوغ فكيما كتعرفوا كل كتاب عنده واحد غادي نسميوها واحد التيار ادبي كيتبع ليه. مثلا هاد لو بير كوريو فكيتبع لينا التيار، ولا كنصنفوه تنقولوا سي ان رومون رياليست. شنو كنقصدوا برومون رياليست؟ هو واحد النوع ديال الكتوبه اللي كيوصفوا لينا الحقيقه ديال المجتمع في ديك القرن، واخا. الوغ ملي كيجيو تيقولوا لكم شكون هما، عطيوني شي دوطخ غومون، عطيوني روايات واحدين اخرين ديال داك نفس الكاتب. انا اختاريت لكم واحد جوج الى سولوكم مثلا فاش يقولوا، هو هذا اسئله اللي كتكون ضروريه، عطيونا روايات واحدين اخرين فغادي نختاروا. نقدروا نكتبوا إليزيون بيردو او جيني غراندي، هاد جوج ديال الروايات ديال نفس الكاتب اللي هضرنا عليه قبيله اللي هو اونري دو بالزاك. دونك اونري دو بالزاك كتب لينا لو بير كوريو، إليزيون بيردو و أوجيني غراندي. صافي مشينا. ندوزو دابا مثلا باش ندوزو ملي كنبغيو نديرو التحليل باش نفهمو الرواية، غنهضرو على لي بيرسوناج. ألوغ الحاجة اللي بغيتكم تركزو عليها هي أنه في لي بيرسوناج، في هاد الرواية هادي بالذات، فكاينين بزاف ديال لي بيرسوناج. بيرسوناج هما الشخصيات بالنسبة للناس اللي ما عارفينوش. لي بيرسوناج برانسيبو يعني هما يا الشخصيات الرئيسية. فأنا حاولت نعطيكم واحد الملخص ديالهم. ف لي بيرسوناج برينسيبو كاين 12 تقريبا. واخا نبداو باول شخصيه، واللي شخصيه هي ضروري انه غادي تقراوها في الكتاب كامل. الوغ هو لو بير كوريو. شكون هذا لو بير كوريو؟ الوغ فاش كبات مرات فاش غير نسمعوا دي زانديس يعني اشارات كنعرفوا، خصنا نعرفوا شكون هو. حيت بعض المرات كيقول لكم سيلبي سهم مثلا، يقول لك واحد الشخص عشر في عمره مثلا، وهادي شكون هو داك البيرسوناج. دونك خاصكم تردوا شويه البال على هذه المساله هادي. الوغ لو بير غوريو، الوغ فيير كي ديدي سا في ا سي في، يعني هو واحد الراجل، واحد الراجل كبير في العمر، ودار كل شيء، دار يعني مثلا وهب حياته كامله، نقول بانه وهب حياته كامله من اجل بناته.
غادي نشوف شكون هما بناتو. الوغ بنتو الاولى سميتها ديلفين، هيا غادي تشوفوها هنايا، ديلفين دو نيسنجين، هذه هي الاولى بنتو الاولانيه. اي اناستازي دو ريستو، يعني عندنا جوج بناتو ديلفين واناستازي، واخا بيرغوريو عنده جوج بنات. بور ال يعني بناتو، انيزيتا با ا سو رويني، يعني يقدر يدير اي حاجه على ود بناتو. leur offrant tout ce qu'elle désirait. يعني اي حاجه قالوها له ولا اي حاجه رغبوا فيها غادي يعطيها لهم. alors son dernier vœu sera de voir ses fils sur son lit de mort. يعني الامنيه الوحيده اللي كانت عنده شنو هي؟ هي هو انه يشوف بناته قبل ما يموت، هذه الامنيه الوحيده ديالو. alors il ne réalisera pas ce qui le laissera mourir sur l'idée que ses filles ne l'aiment. يعني ما غادي حنا نشوفوا بانه الامنيه ديالو كانت انه يشوف بناته قبل ما يموت، ولكن في نهايه ديال الروايه غادي نكتشفوا بانه غادي يموت بلا ما يشوف بناته. الوغ ندوزو لبنتو الاولانيه ديلفين. الوغ شكون هي ديلفين دو نوسينجين؟ الوغ بارون، شنو كنقصدو بارون؟ بارون مثلا في المجتمع الفرنسي كانوا داك الطبقات، وبارون هو واحد بحال نقولوا واحد بحال نقولوا حنايا في الدارجه ديالنا واحد الرتبه في المجتمع، ولا واحد شنو نسميوها رتبه، واحد بحال واحد الكراد في المجتمع. الوغ بارون اي في دو بير غوريو، يعني بنته هاد ديلفين ها البنت الاولانيه، اي ماريي ان بونكي، مزوجه بواحد بونكي كي نو لوي اوفر كو لو نيسيسار فيتال كوم لي زابي اي لا نوريتور، مزوجه بواحد السيد اللي ما كيعطيها فريمون والو غير دوك الاساسيات بحال الحوايج والماكله. الوغ مدام دو نيسينجين اي اون في باردون اي اون فام مالوروز، يعني هاد مدام هادي ديلفين واحد السيده اللي هي صراحه تعيسه. الوغ جوسكا سا رونكونتر افيك غاستانياك، الوغ غادي تبقى تعيسه حتى غادي تتلاقى مع غاستانياك. غادي نشوفوا شكون هو هاد غاستانياك كي دوفياندرا باغ لا سويت سان امون، اللي غادي يولي هاد غاستانياك هذا غادي يولي من بعد هو المحبوب ديالها. مالغري سولا ال ريست رود ا ليغار دو غاستانياك ميم سي لا دي سونتيمون بور لوي، يعني فاش غادي تلاقي هي تكون تعيسه وغادي تلاقى مع غاستانياك، ولكن بالرغم من عندها ان عندها المشاعر في اتجاهه هويا فما غاديش تبغي تبين ليه وغادي ت الوغ ال ام سون بير ميم سي نو لو فيرا براتيكمون plus suite au refus de son mari. يعني تتبغي با هي ولكن ما كتمشيش تشوفو، علاش؟ حيت راجلها ما تيبغيش. هذه هي البيرسوناج الثاني، يعني بنت بيركويو. الوغ بنتو الثانيه اناستازي دو ريستو، الوغ شكون هي؟ شي ايني دو غوريو، هذه بنتو الصغيره ديلفين واناستازي هي بنتو الكبيره. دونك ردوا البال، الى سمعتوا لا في ايني دو غوريو هي اناستازي وبنتو الصغيره هي ديلفين. Alors, fille aînée de Goriot, elle est comtesse suite à son mariage avec le comte de Resto. C'est une comtesse, Mzouja, le comte Resto. Elle devra renoncer aussi à voir son père à cause de son mari. Alors, elle a pour amant Maxime de Trailles. Alors, elle a pour amant Maxime de Trailles. الصغيرة عندها واحد المحبوب ديالها اللي سميتو ماكسيم دو تراي، يعني هادو بجوج. ندوزو البيرسوناج الرابع، شكون هو البيرسوناج الرابع؟ هو اوجين دو غاستانياك، يعني الشخصية اللي هتكون رئيسية. شكون هو اوجين دو غاستانياك؟ كاتبين جون بروفانسيال اجي دو 22 ans، يعني واحد السيد واحد الجون واحد شاب في عمرو 22 عام جاي من البادية، يعني الأحداث ديال القصة كدور في باري باريس، وهو جاي من خارج باريس، يعني أي واحد في ديك الوقيتة ومام دابا أي واحد خارج باريس باتي كيتسمى بحال نقولو عروبي سونز أوكين فورتون، يعني ما عندو حتى شي ثروة بحال تنقولو حنا بالدارجة مقرد. إل غيف d'entrer dans la haute société de Paris. Ok, il aime أنه يتسلق ولا يوصل ديك الرتبة العالية في المجتمع، لأن المجتمع الفرنسي في هذه الوقيتة هذه كان معروف بالرتب الاجتماعية، يعني الطبقية.
يعني كاين الطبقه ديال العامله، الطبقه الارستقراطيه، الطبقه كله كاين طبقات. اللغه الغسطانيه كذا من واحد الطبقه اللي هي هابطه في المجتمع، وهو الحلم ديالو انه يوصل ديك الطبقه العاليه في المجتمع. الوغ ندوزو لا فيكونتيس دو بوزيان. الوغ هادي شكون هي هاد البيرسوناج؟ الي لا كوزين دو غاستانياك، يعني بنت خال هذا اوجين دو غاستانياك، هادي بنت خالتو. Est une personne très importante à Paris. واحد الشخصيه اللي مهمه في باريس، نوتامون غراس ا سون اوتيل، حيت عندها واحد الاوتيل في باريس. دونك هي مهمه في المجتمع الفرنسي ولا المجتمع ديال الباريسي. هادو هما البيرسوناج. ندوزو دابا واحد البيرسوناج اللي غيتلعب واحد الدور مهم في القصه. الوغ سميتو فوترا. الوغ ردوا البال هاد فوترا هذا، حيت كيلعب واحد الدور مهم. الوغ فورسا، شنو كنقصدو فورسا؟ ديتوني، يعني فرصة ولا ديتوني، شو واحد مشدود من الحبس، مشدود في الحبس. اجي دون كارونتين داني، عنده واحد 40 عام، فوالا. اي سورنومي ترامب لا مور، والسميه ديالو هادي خصكم تردوا عليه بها وتسطروا عليها مزيان، الكنيه ديالو ولا مسمين عليه ترامب لا مور. دونك اون فوا تسمات ان شاء الله الا كرهتكم في الامتحان ترامب لا مور، بعد وعدكم مسام ترامب لا مور ديما هو يا فوتر. Il s'est échappé du ban, alors du ban de Toulon. Ohrb liom l'habs diel Toulon. Toulon ou Hamdina France. Alors, il est intelligent et souhaite aider Rastaniak dans sa quête de fortune. Alors, ou wahed chersiye li mouad kiya, ou ghadi ghadi nchoufou f'l'ahdat il qissab, annahou ghadi bghi y'aawen Rastaniak bach yu f'l'bahd dielou ala tarwa ou la annahou yitsalak dik l'martaba l'aliya f'l'mujtama. À la fin du livre, il sera arrêté par le commissaire Gondureau. Fnihay dial qissa ghadi nchouf annahou ghadi yhabsou ghadi yshdou wahed l'commissaire smitou Gondureau. Yani Gondureau houwa li ghadi yshd votre. Il sera mis en prison par ses crimes et son évasion. غادي يتعاقب على الجرائم ديالو ولا الهروب ديالو من الحبس. هادي كانت كان فوتر. ندوزو ماتنو مدام فوكير. الوغ مدام فوكير، شكون هي مدام فوكير؟ سي لا بروبريتير دو لا بونسيون فوكير، يعني هي مولات لا بونسيون فوكير. الوغ خصكم تردو البال هاد لا بونسيون. لا بونسيون بحال نقولو واحد لوتيل، واحد بيتيت اوتيل هكا صغيور، وفيه الناس باك ياكلوا وكيشربوا مقابل واحد المبلغ، واحد المبلغ كيخلصوا لهاد مدام فوكير. واخا الوغ كيل تيان دوبي اون كارونتين داني. هاد مدام فوكير يعني واحد تقريبا واحد 40 عام، وهي عندها هاد شنو نسميو هاد لا بونسيون هادي. سون افير نو مارش بلو تري بيان، نوتامون دو ديبار دو نوبرو دو سي بونسيونير، يعني هذاك المشروع ديالها ما بقاش خدام مزيان كبحال علاش؟ حيت بزاف ديال الناس اللي ساكن تما بداو كيمشيو فحال. الى دو زومبلوي، عندها جوج خدامه كريستوف اي سيلفي، هادو هما جوج خدامه اللي خدامين مع مدام فوكير. الي اسي اجي اي ابريسي فوتر، يعني هي فهمه راه هي كبيره شويه وكيعزيز عليها هاد فوتر هذا كتقدرو. افون دابخوند كو سيلوي سي اي ان اور لا لوا، يعني قبل ما تعرف بانه هاد فوتخان هذا كما شفنا في التعريف ديال الشخصيه بانه واحد الشخصيه اللي خارج عن القانون. واخا ندوزو ماتنو، ندوزو دابا للبيرسوناج اللي من مورا، هي فيكتورين تايفير. فيكتورين تايفير، الوغ او ديبي دو ريسي، يعني في بدايه ديال الروايه، سولوي سي اي بوفر، تكون فوالا celui-ci a dit غادي تكون فقيره، يعني ما عندهاش فلوس بزاف. نايون كوم فام دو شامبر اي امي مدام كوتور، غتكون ساكنه معاها في لا شامبر مدام كوتور. بوي غراس ا فوتر كي تشويا سون فرير، يعني داك فوتر قبيله قبلنا عرفنا بانه واحد الشخصيه اللي هارب من الحبس وبحال نقول واحد المجرم. الوغ هذاك فوتر هذا غادي يقتل خت هاد ولا باردون ماشي ختها مي خوها، خو ديال فيكتورين تايفير، غادي يقتلو. il fut remis dans le testament l'héritage de son père comme unique enfant، وغادي تورط بزاف ديال الفلوس علاش؟ حيت كانت فيكتورين كان عندها غير خوها، وباها فاش غادي يموت غادي يخلي لهم واحد الوصيه، وهي غادي تورط داكشي كامل. علاش؟ حيت فوتخان قتل خوها. à la suite de cela elle quitta la pension pour retourner chez son père، ومن بعد ديك الساعات غادي ترجع لعند باها، غادي ترجع للدار ولا ترجع عند باها باش تعيش معاه، وديك الساعات غادي تكون هي الوريثة الوحيدة اللي غادي تولد كلشي.
ندوزو لي بيرسوناج اللي بقاو لينا. الوغ مادموزيل ميشونو، مادموزيل ميشونو قلنا قبيله بانه داك فوتران غادي يشدوه. شكون اللي غادي شكون اللي بحال نقولوا شكون اللي شكم به؟ شكون اللي شكم به؟ سي ال كي دينونس فوتران، هي اللي غادي تشكم به افيك لا كومبليسيتي دو بواري. بواري هو هي وياه هما اللي باش شكموا بداك فوتران ا غوندورو بور 2000 فران. يعني بحالي بحالي عطاهم الرشوه قال لهم اللي جاب ليا فوتران شكون هويا غادي نعطيه 2000 فران. الوغ عندنا بيان شون، الوغ بيان شون شكون هويا؟ سي جون ايتيديون اون ميديسين، واحد طالب طالب مازال شاب في الميديسين في الطب. سي ان بون امي دو غاستانياك، هو صديق ديال غاستانياك. اي سوكيبخا دو غوريو durant ces dernières heures et paiera une partie de l'enterrement de celui-ci. يعني غادي غادي يتكلف غادي يتكلف باسم بالسوايع الاخر، يعني فاش يقرب غوريو لو بير غوريو فاش غادي يقرب يموت با هو اللي غادي يتكلف به، هو اللي غادي يرعاه و ميم يعني ميم فاش غادي يبغيو يدفنوه با هو يا اللي غادي 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 يخلص واحد لا بارتي واحد شويه باش يدفنوه. الوغ اخر ما قبل الاخير عندنا كريستوف. كريستوف سي ان غارسون دو بين، واحد شخصيه واحد ديال نقولوا ديال ديال اي حاجه صعيبه كيدير هو كريستوف. ولو عندنا سيلفي، الوغ سيلفي سي لا كويزينيير يعني هي الطباخ. كانوا هادو بعجاله حاولت نعشي لكم شويه باش ما يكونش الفيديو طويل. الوغ كانوا هادو هما الشخصيات ديالنا، كانوا كما قلنا عندنا 12. دابا ندوزو للريزومي الملخص. الوغ بالنسبه للملخص بالنسبه للملخص ديال 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 لو بير غوريو فهو مقسوم الربعه ديال لي بارتي يعني ربعه ديال الاجزاء. الوغ تبع معايا مزيان باش تفهموا يعني باش ما تزعوش كتقلب في في بلايص وحدين اخرين. عندك المختصر المفيد عفوا. الوغ ولكن قبل ما نبدا الا كنتو مازال او يعني الا كنتو مازال ما فعلتو الجرس واشتركتو فهذه الفرصه وديروا واحد جيم وديروا كومونتير. شي حاجه اللي ما فهمتوهاش خليوها في التعليق في التعليق وانا غادي نجاوب لكم عليها ان شاء الله. الوغ بروميير بارتي، الوغ هي بونسيون بورجواز. دابا غادي نحاولوا نبداو لنا البدايه ديال القصه. الوغ او كور دو لوتون 1819 يعني في الوقيته ديال الخريف من عام 1819 يعني ردوا البال يعني القصه كتبدا لينا القصه ماشي لا دات دو بوبليكاسيون. الوغ القصه كتبدا في 1819 في باريس يعني عندنا لا دات اي لو ليو فين اكزاكتومون لا ميتوز بونسيون دو مدام فوكير ابريت. الوغ فين كتوقات في كاينه فين كتدور القصه في داك لا بونسيون داك لوتيل اللي قلت لكم في الاول ديال مدام فوكير. الوغ اون بلان كارتي لاتان يعني في الكارتي لاتان في الحومه اللاتينيه. كلكو بيرسوناج دي ارجونتي. الوغ شكون هما لي بيرسوناج؟ دابا نشوفوا لي بيرسوناج اللي عايشين وسط داك داك لا بونسيون. الوغ شكون هما؟ حسب لا فيي مادموزيل ميشونو هادي ساكنه في لا بونسيون. عندنا مسيو بواري، لا جون فيكتورين تايفير، اوجين دو راستانياك اللي قلنا بانه داك اللي مكرد عليه اوجين دو راستانياك. وعندنا monsieur Vautrin et le père Goriot. هادو كامل اللي كتشوفهم بالصفر كاملين دي بيرسوناج اللي عايشين وسط وسط ديك لا بونسيون. هما يعني كما قلنا قبيله هما الشخصيات الرئيسيه. الوغ فيو لو بير غوريو شكون هويا؟ مازال هنا عندنا واحد شويه معلومات عليه. الوغ بير غوريو فيو اي بيتويابل غونتيي dont la fortune s'est inexorablement et mystérieusement réduite au fil des années. يعني داك السيد هذا لو بير غوريو اللي قلنا قبيله بارا واحد الشخصيه اللي كان لاباس عليه بزاف، ولكن بما انه كيبغي بناته بزاف وداك الشيء با الثروه ديالو كامله غادي تمشي في سبيل بناته. Alors les autres locataires le soupçonnent de la dilapider en entretenant des jeunes femmes. يعني كان تيقولوا بانه راه ممكن راه كان تمشي مع البنات يعني مع النساء وداك الشيء داك الشيء علاش فلوسه مشات كيشكو فيه. الوغ نجيو دابا للباراغراف الثانيه. ريكوموندي بار سا تونت لو جون اوم سو رون او بال دوني بار لا فيكونتيس دو بيزيون سا كوزين. يعني داك غاستانياك غادي يمشي لواحد الحفله هي بال. الوغ سو رون او بال دوني بار لو فيكونتيس دو بيزيون. هاد بوزيون دايره واحد الحفله وغادي يمشي ليها هو هذاك غادي يمشي ليها سميتو غاستانياك.
C'est-à-dire qu'il n'a sorti. Subjugué par les phases de cette soirée, il tombe sous le charme de la comtesse Anastasie de Resto. Rachel Anastasie. Alors, il est d'ailleurs, ou est Rastaniak. Il est Rastaniak, la comtesse Anastasie de Resto. Alors, le lendemain, il se présente chez elle, il croit son amant jaloux. On va dire, il a dit, il a dit, il a يعني الا كان كيسو ال فين تلاقى مع مثلا فين تلاقى غستانياك مع اناستازي باسكو تقولوا له بانه تلاقى معها في الحفله يعني بال واخا Alors le lendemain, il se présente chez elle, il croit son amour. Il y a l'air de مشى لعندها غادي يمشي عندها وغادي يتلاقى معها كما قلنا الحبيب ديالها اللي تيغير بزاف جالو هي جالو. Alors, dans le paragraphe الموالية, chez Madame de Beauséant, où il rencontre la duchesse de Langeais, يعني هنا مكان اخر يعني عند مدام بوزيون غادي غاستانياك غادي تلاقى مع لا دوشيس دو لونجي. Alors Eugène apprend enfin le douloureux secret du père Goriot. Alors فهاد الوقت يعني فهاد عند مدام بوزيون هنا عاد غادي يعرف شكون هو ريالمون يعني حقيقة شكون هو لو بير غوريو. Cet ancien vermicellier, il y a un vermicellier qui est un petit peu de chéria. Vermicellier, chéria, vermicellier, ou choix de chéria. Cet ancien vermicellier qui a fait fortune durant la Révolution. Il y a un radis de Tsawa, il y a le Bessah, il dit où il est basé, il y a le Foukache, ou le côté de la Révolution, il y a le Foukache de Tsawa, le Français. Et le père d'Anastasie de Resto et de Delphine de Nucingen. Il y a un radis arabe, il y a le père Goriot, Raoul Abdiel de Koujoubnet. Delphine au resto Delphine et Anastasie حيت هو في الاول ما كانش عارف واخا كان ساكن معاه ما كانش عارف شكون هما بناته وعاد عارف بانه راه كان لاباس عليه يعني نورمالمون واحد تكون لاباس عليه راه ما غاديش يجي يسكن في داك لا بونسيون. Alors, il a consacré à son ingrate progéniture toute son attention et son argent. يعني راه ضحى بفلوسه كامله من اجل داك لا بروجينيتور يعني داك الولاد داك بناته البناتو اللي بحال نقولوا ان غرا ان غرا في الفرنسيه هو مسخوط الوالدين. الوغ ا سون ان غرا ان غرا بروجينيتور توت سون اتونسيون توت سون اتونسيون اي سون ارجون اي لا بورفو ا لور كوتوز ايدوكاسيون بي لور ا كونستيتوي اون بيل دوت افان كيل فاس ان بون مارياج يعني عطاهم فلوس مزيان وصايب ليهم المهم غادي نقولوا باش ما تبنتوخكمش الو غادي نقول لكم بانه عطاهم كل شيء ودار في كل مجهده وخسر عليهم الفلوس باش يكونوا شي حاجه في المجتمع quasiment ruiné il continue à céder aux caprices de ses deux filles qui ont pris toutes deux des amants يعني بالرغم انهم كانوا مزوجين راه كان عندهم محبوبين يعني هنا كيبان بانه المجتمع كيفاش داير داكشي اللي قلت لكم قبيله بانه لو رومون لو نسميو الحركة الأدبية ديال الرياليزم كتعطينا الواقع ديال المجتمع سي جوندر لاكوي لو بيان لاكوي افيك ميناجمون طون كيل بوفي ديسبونسي سي لارجيس ا سي في مي الوغ كو لا ميزير لاكابل يل سو فوا مانتونون تريتي افيك ان فخوا ديدا يعني دوك نسابو هما لي جوندر والرجالة ديال بناتو كانوا تيتعاملوا معاه مزيان ولكن مي شافوا بانه الفلوس ديالو بدات ولا بدات كتدخلوا الميزيريا مابقاش كيتسوقوا ليه وبداو كيتعاملوا مع واحد الدم بارد وما مسوقين ليش كاع لو بوفر اوم اي او ديزيسبوار دو سو فوار رونيي بار سي في كي لا شويه يعني واحد اي واحد غادي يحط راسو بلاصتو راه غادي يبقى فيه الحال بعد خسر عليهم فلوس وداك الشيء في الاخر بحال ما تسوقوش كاع ليه وما ما حاشا والوش Ce récit arrache des larmes au jeune Eugène. يعني فاش اكتشف هادشي صراحه داك اوجين ما بقى فيه الحال وصراحه بحال بدا كيبكي. Sa cousine lui donne alors pour conseil de conquérir la haute société parisienne par les femmes. وانا ديك بنت خالتو بغاتي تقول ليه شوف الا بغيتي توصل للطبقه الغنيه والطبقه الراقيه في المجتمع ما عليك غير بلي فام بالنساء هكا غادي توصل. Et de commencer par courtoisie Delphine de Nucingen. On va dire que les chauffes, on va dire que Delphine de Nucingen est le plus important pour que tu sois le mouchtema. Puis maintenant, on va dire qu'il y a un grade, un autre grade, un autre grade. Alors, de retour à la pension Vauquer, Fashkirja, Eugène, plein de compassion, se rapproche du Père Goriot.
afin de pouvoir faire son entrée dans le monde. Et l'étudiant envoie une lettre à sa famille pour leur demander de l'argent. Alors, l'étudiant est au gène, la deuxième partie, ou la tani diel qissa. Alors, votre train tente de convaincre Eugène d'épouser Madame Taillefer. Alors, on a dit que votre train est dans la ligue avec le chassier de Harm Labs. On a dit que Eugène est dans la ligue Madame Taillefer. Il a dit que Madame Taillefer est dans la ligue de la ligue. Alors, Eugène objecte d'abord qu'elle est sans fortune. On a dit que les choses, on a dit que nous sommes dans la ligue de 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 la ligue. Alors, ce à quoi Vautrin répond qu'il suffit d'éliminer son frère pour qu'il hérite une fortune de son père banquier. Et donc, je vais dire que ça, c'est que Vautrin, le chien, je vais dire que Vautrin, ou à chercher les mohimes, faire ça, va dire que les choses, on va dire que c'est un peu de la vie, on va dire que c'est un peu de la vie, on va dire que c'est un peu de la vie. Un de ses amis se chargeait de la basse besogne et Vautrin prendrait un pourcentage honorable sur la dot d'un million qui échouerait aux époux. Aux époux. يعني غادي يقول لي شوف انت مضرب حتى شي حسبه شي صاحبو غادي يتكلف هو غادي يضرب واحد البورسونتاج واحد النسبه من داكشي على اوريفيي اوريفيز ما خايف مدشر اوجين ديكلين سات سولفوروز بروبوزيسيون تانديس كو فوترا لوي ليس دو سيمين دو ريفليكسيون شوف غايقول ليه سمعني اوجين غادي نعطيك جوج سيمانات تفكر مع راسك وديك الساعه ترد عليا لو جون هوم شوازي دو سويفغ plutôt les conseils de Madame Bozéon et commence à courtiser Delphine de Nucingen. Il y a des moi, je suis juste à dire que je suis à dire que Madame Taillefer ou que votre train est le roi. Ou que je suis à dire que il se met à dire que Madame Bozéon ou il est à dire Delphine de Nucingen. Encouragé en cette initiative par le père Goriot avec lequel il devient de plus en plus proche. Il y a une que le père Goriot redébri le jeune homme yani Ogen il se rapproche d'une de بناتو اللي هي دلفين. Là, je te raconte que شفنا بانه داك دوك لي ماري يعني داك الازواج ديال بناتو ما كانوش كيبغيو حيت كانوا باغيين غير على فلوس. Alors, le jeune étudiant devient l'amant de la baronne Nucingen. Et il y a le jeune étudiant qui dit qu'il est le plus de la baronne Nucingen. Il lui rend visite dans ses appartements du quartier de la chasse de la chaussée d'Anta. Il dit les appartements d'Anta. Là, il se rend rapidement compte de ses soucis financiers et contribue à les alléger en gagnant pour elle à la roulette. Il dit que la parole, qu'est-ce que tu as dit ou la canada ou la daïka, mais il y a, ou ma cachette de flous, ou avec le jeune Yanni Rastaniak, radi, radi, tara liha, bishiauna, n'a pas eu la roulette, dès que tu dors. La baronne épanche ses malheurs conjugaux. Son mari la trompe et ou rajilha qui est chouna. Et accabre sa fortune de sorte qu'il ne peut pas en disposer librement. Elle semble regretter l'éviction de son père selon il est imposé, selon elle, imposé par son mari. Voilà. Donc, je n'aurais dû dire. Eugène. Alors, de retour au quartier latin, Eugène relate ses entrevues amoureuses au père Goriot, qui s'émeut aussitôt des difficultés financières de sa fille. Alors, fais-je qu'il rejette. Il y a fait qu'il t'a qu'à ma. Alors, fais-je qu'il rejette. Il y a la pension. Qui est-ce qu'il y a oudli. Tu goulis, voilà. Tu goulis, je me donne. Ou a oudli, t'a le machakil, le maddié, d'y a le bento. Et il ne doute pas de sa sincérité. Il y a qui a oublié voir ou bien nous d'Eugène, c'est un insal et un chassia, ça a été. Il envisage de se pourvoir en justice pour l'aider à récupérer sa fortune. Ou tiens, ou il a dit avec le père Goriot, il a dit Bri, il a dit que le Zouji le Bento, il a récupéré la fortune, il y a Tarwa le Bento. Alors l'étudiant et sa maîtresse sortent beaucoup dans les lieux fréquentés par la haute société. Radi bdat kjouj, yani Eugène
لا ميتريس ديالو يعني المحبوبه ديالو، غادي يبداو يخرجوا بزاف ويمشيو لا اوت سوسيتي يعني المجتمع الراقي، غادي يبداو يتلاقاو مع الناس اللي راقيين زعما كاينه في المجتمع. اي ان كريول بوزوان دارجون سو في ريسونتي رابيدمون، وغادي هنا غادي يحسوا بانهم راه فريمون خاصهم الفلوس. Votre en profite pour tenter à nouveau de convaincre aux jeunes d'accepter son odieux marché. Alors, en fait, le côté a dit aux jeunes de briller flous, il a dit que les votre et que le chauve, on n'a pas un petit peu de cash, nous belli que on a un petit peu de le frère dit le taifer ou drabe l'affaire, c'est ma qui c'est taifer ou l'affaire. Alors, troisième partie, trempe la mort. Tremplement qui m'a ou à votre. Alors, en leur promettant une récompense, Bibi Lupin, chef de la sûreté, s'assure sous le nom d'emprunt du policier Ganduro, la collaboration de deux médiocres pensionnaires de la maison Vauquer, Mademoiselle Michonneau et Monsieur Poiret. Alors, Rédigi Gouliam, d'accord, le policier Gouliam Chauf, l'Ijablia. داك الحقيقه ديال فوترا غادي ندور معاه مزيان وغادي نعطي واحد مكافاه فوالا، واللي غادي اللي غادي زعما كاينه اللي زعما كاين اللي غادي يعاونو تكون عندنا مادموزيل ميشونو اي مسيو بواخي. الوغ il l'aide à démasquer Vautrin, dit Aouno Béchir, faut que je connaisse Vautrin, qui en réalité a force à échapper du ban de Toulon. On dit que tu as vu l'akhir, ben non, donc Vautrin غير واحد 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 هار من الحبس ديال طولون بلو كوني سو لو سورنو ايفوكاتور دو ترامب لا مور، يعني اللقب ديالو هو ترامب لا مور ماشي فوتر، يعني اللقب ديالو اللي مسمين عليه هو ترامب لا مور. افون داتر اريتي لو مالفرا اورا لو طون دو فير توي لو فرير دو فيكتورين، ولكن قبل ما يشدو غادي يكون قتال داك لو فرير ديال فيكتورين، هذيك اللي قلنا بانه راه Alors, tandis que les autres pensionnaires peinent à reprendre leur esprit après ces événements dramatiques, donc les pensionnaires, donc les sacs, donc les pensions, donc le petit hôtel, mais j'ai oui fait un mot où il se trouve au bout de l'acte dramatique. Le père Goriot annonce allègrement à Eugène qu'il a aménagé un appartement. Radigouli en chauffant, tu en auras d'une courge, mais de la pension. غوريو يقول لهم صافي انا راه غادي نخرج، غادي يقولها للاوجي كي لا اميناجي ان ابارتمون رو دارتوا بور لي دو جون امون افيك سي ديرني دنيي. الوغ غادي يجي يقول لي شوف هذاك ديك الفليسه ولا البركه اللي باقي عندي راني غادي نشريو فواحد لابارتمون لفري دارتوا بور لي دو جون امون، يعني الاوجي وما بنتو. الوغ افيك سي ديرني tandis qu'il y coulera des jours heureux et logera au-dessus d'eux dans une chambre de bonne. Ou à des secondes, tu vois, fouad, le roi de l'Khadam, ou à des secondes, ou à des secondes. Alors, consternée, Madame Vauquer redoute de voir sa pension se vider peu à peu de ses locataires. Ou dit que Madame Vauquer, qui est magnaf l'oul, yel malika ديال داك لا بونسيون غادي ما غاديش يعجب الحال، وعلاش؟ حيت كتشوف انه لي بونسيونير الناس اللي ساكنين عندها تما كاينه ما غاديش يبقاو بزاف ساكنين عندها، وكلشي يعني نقولوا واحد بواحد بدا كيخوي عليها. نشوفوا دابا الكاتريام بارتي لا مور دو بير، هنا فاش غادي يموت الاب ديال لي دو في. الوغ كو كوجين اي لو بير غوريو سابريت ا كيتي لا بونسيون بور لا بور La rue, pour la rue d'Artois. Faut le qui est un homme au gène ou le père Goriot, un homme qui est la pension, de l'hôtel. Les filles du vieillard, endettées par leur amant et trompées par leur mari, donc les deux filles, Bnato, liées à Dom Zavdil Din, Bsbabdil, le Houbin Dialom, ou les qui traînent, les Renoum Rjala Dialom, viennent lui annoncer tour à tour leur débâcle financière. Ou déjà, on dit que le chauffe, Nara, vraiment, on a tkredé, il y a un flou, il y a un Nara, on a un Pkach, L'émotion causée par cette nouvelle a raison de la santé du vieux père qui tombe gravement malade. Aïe, 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 يعني فهاد الوقيته هادي فاش غادي يسمع الخبر على بناتو هنا صراحه غادي
كان مريض، ولكن هنا بحال نقولوا راه جمعوا له في مره، حيت قالوا له راه ما بقاتناش فلوس، وحنا الحاله ديالنا صافي راه مشات وتكردات علينا. بيان شون هذيك اللي قلنا بانه طبيب، ان اتيديون اون ميديسين اميدوجين اللي هو الصديق ديال اوجين. Alors l'examine et pose un diagnostic alarmant. La fin est proche. La fin est proche. Avec l'ami ou avec le sadiq, bien chan, dit au gène, rédige choufou, il peut y avoir un malo. Ou rédige à rafi un aura, si il est très bien. Il est percouru. Alors, au gène, tire les deux ingrates de leur embarras financier. الوغ هنايا غادي يحاول داك اوجين غادي يحاول انه يخرجهم من داك من داك شنو سميتو من داك الضائقه الماليه. مي لو بير كوريو في سي ديرني جور سان كيل دي دين سو ديبلاسي ان سان شوفي. الوغ سول اوجين اي سان امي بيان شون لو فيي اي لو سوان. الوغ فهاد الوقيته هادي بناتو ما غاديش يتسوقوا ليه، ولكن غير عندك جوج ديال الشخصيات مثلا الا كان عندكم كسؤال شكون هما الشخصيات اللي اعتناو بلو بيركوريو عقلو مزيان، سي اوجين فوالا اي سون امي بيان شون، هاد جوج هما اللي اعتناو به. وقبل ما نكمل، الا كنتو مازالين الا كنتو جداد اول مره كتشاهدوا هاد الفيديو، فما تنساوش ديروا واحد جيم و تابوناو عندي في لاشين وديروا واحد الكومونتير كومسا باش بزاف المحتوى هذا يوصل لاكبر عدد ديال الناس، وشكرا لكم. Alors, à l'article de la mort, alors le vieil homme comprend enfin que ses filles ne viendront pas. Il y a une fiche qui est en train de se faire. S'il réagit d'abord en les maudissant, sa nature généreuse reprend vite le déçu. يعني واخا كينا ما غاديش يبغي مدير يلعنهم، لو فير مدير هو كيتلعن شي واحد. الوغ il finit par leur pardonner leur attitude et les bénit. يعني واخا ما جاوش عنده هو على فراش الموت، فما غاديش يلعنهم ولا ما غاديش يتقلق وما غاديش يبقى في الحال، ولكن غادي يسمح لهم وغادي يقول لهم الله يرضي عليكم. الوغ il rend l'âme avant l'arrivée d'Anastasie venue implorer son pardon. يعني غادي يموت يغون لام قبل ما تجي داك اناستازيا، يعني بنته قبل ما تجي عنده كتجايه باش تقول ليه اسمح ليا، ولكن للاسف. الوغ اوجين برون اون شارج لي فري دونتيرمون، يعني هو اللي غادي يتكلف بداك الفلوس ديال الدفن، اي اسيست سول افيك بيان شون على سيريموني ريليجيوز، وغادي يكون غير هويا وداك الصديق ديالو بيان شون اللي اعتناو به على سيريموني ريليجيوز، داك الحفل الديني اللي تقام من اجل داك لو بيركوريو. الوغ اكومباني دو كريستوف، شكون اللي كان معاهم؟ كان كريستوف لو فاكتوتوم دو لا بونسيون، يعني خدام تما كاين. Et il suivra tristement au père Lachaise les obsèques du père Goriot. Alors, resté seul, dominant Paris depuis le hauteur du cimetière, et qui joue Paris, mais le fort de l'Mqbara, il y a cimetière, Eugène lance ce défi vers les beaux quartiers parisiens. Un ou deux maintenant. Avant d'aller dîner chez madame de Nucingen. Dès que ça va, je vais la phrase d'Yalo. Je vais dire chez madame Nucingen, les gens voulaient me faire d'Yalo. Je vais vous dire que je suis là, لايك وانكم تشتركوا في القناة ودير واحد كومنتير باش يوصل لأكبر العدد ديال الناس. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو القادم اللي غادي نهضروا على الملخص اخر ديال واحد الرومو اخر اللي غادي يكون عندكم ان شاء الله، وبالتوفيق والله يعاونكم كاملين، وشكرا ونتلاقاو في درس قادم. شكرا ان شاء الله، مع السلامة.